وللحديث عن المساعدات التي قدمتها مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية في محافظة التأميم، معنا من هناك وسام توفيق منسق المؤسسة. بداية أستاذ وسام، أهلا بك، هل لا تحدثنا عن الحملة الأخيرة للمؤسسة في محافظة التأميم؟ حياك الله أخي الكريم، تحية طيبة لك ولمشاهديك الكرام. حقيقة في الظروف الراهنة التي تمر على البلد بسبب فيروس كورونا، وكذلك تمديد حظر التجوال إلى مطلع شهر رمضان المبارك، وزعت مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية السلات الغذائية على العائلات المتعففة من الأرامل والأيتام، وكذلك أصحاب الدخل المحدود من الكسبة والعمال الذين انقطع العائد المالي عنهم بسبب فيروس كورونا. وأصبحت تلك العائلات بدون أي عائد مادي أو مالي يسد احتياجاتهم اليومية من غذاء أو دواء أو بدل إيجار لمحل سكناهم في مناطق داخل مدينة كركوك. تضمنت هذه الحملة توزيع 250 سلة غذائية في مناطق بارود خانة وآزادي وسرشنال، وكذلك منطقة الدروازة وحي النصر وحي العسكري والعروبة والممدودة، وكذلك كانت لنا أيضا توزيع في قرية يارنجة، وهذه القرية هي تقع خارج المدينة التابعة لناحية ليلان بمحافظة كركوك. سيد وسام، وأنتم تنشطون على الأرض، كيف وجدتم أوضاع الأسر ذات الدخل المحدود في ظل حظر التجوال المفروض حاليا؟ أخي الكريم، يعني حقيقة الأمر بالنسبة لتلك العائلات أمر محزن، لأنهم أصحاب دخل محدود ويومي، يعني يعيشون على ما يستحصلونه من الأجور اليومية. ولكن مع هذا أخي العزيز، لا ننسى أنه في مدينة كركوك شهدت جهود مباركة، يعني كانت هذه الجهود في الحملات الإغاثية التي انطلقت يعني من مساجدها، وكذلك من أصحاب الأموال، وكذلك من المنظمات. وهذا الذي أيضا نحن ما يعني واجهنا وسعينا في إيصال تلك المساعدات للتخفيف عن تلك العائلات في تجاوز هذه المرحلة وهذه الأزمة. سيد وسام، هل هناك تعاط جدي باعتقادكم من قبل السلطات مع الأزمة التي سببها حظر التجوال لذوي الدخل المحدود وانعكست بالسلب كما تعلمون على الأسر المتعففة؟ على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد وسام توفيق منسق مساعدات المؤسسة مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية.